إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا وجاء، واجأر لربك بالدعاء فعنده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، هذا عبد القرني يتحدث إليكم في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم الأسبوعي برنامج عيادة زاد، والذي يأتيكم كل يوم سبت في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي من خلاله نتناول عدة مواضيع طبية مع عدد من الأطباء والمختصين. موضوعنا في هذه الحلقة عن أمراض الأعصاب الطرفية. نتعرف على البطاقة التعريفية لضيف الحلقة ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. البطاقة التعريفية لضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور أحمد بن خميس بن علي بامكة، أستاذ مساعد واستشاري طب أعصاب الأطفال وأمراض الأعصاب الطرفية والعضلات للكبار والصغار بجامعة الملك عبد العزيز، حاصل على البورد الكندي في طب الأعصاب، البورد الأمريكي في طب أعصاب الأطفال، الزمالة الكندية في تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، الزمالة الأمريكية في طب الأعصاب الطرفية والعضلات، تخطيط الأعصاب والعضلات، عضو الجمعية الأمريكية لطب الأعصاب، عضو الجمعية الأمريكية لطب الأعصاب الطرفية والعضلات، عضو الجمعية العالمية لأمراض العضلات، عضو الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، الأمين العام للجمعية السعودية للتخطيط وأمراض الأعصاب الطرفية والعضلات. أبرز المنشورات البحثية: التشنجات الطفولية في مرضى متلازمة داون، أمراض العضلات عند الأطفال، أمراض تهتك العضلات الحراري، متلازمة الرسالة اليدوي عند مرضى السكري وغيرها. عودة من جديد أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم دكتور أحمد، أهلا وسهلا بكم مجددا دكتور في برنامج عيادة زاد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، وأهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. يمكن في البداية خليني أشكر قناة زاد على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكرك تحديدا المقدم الرائع والطبيب المتميز عبد الله، نسأل الله يبارك لك ويجعلك موفق ونافع في أينما كنت. اللهم أمين، الله يرفع قدرك دكتور. دكتور، إن شاء الله اليوم نتكلم عن أمراض الأعصاب الطرفية، وكسؤال مفتاحي عشان ندخل في محاور الحلقة المختلفة، إيش دور أو إيش وظيفة الجهاز العصبي، وإيش علاقة الجهاز العصبي بعضلات جسم الإنسان؟ جميل. طيب، طبعا الإنسان حتى يتحرك يحتاج إلى عصب ويحتاج إلى عضل. جسم الإنسان فيه تقريبا ما يقارب 600 عضلة، ما بين عضلات الجهاز الحركي وعضلات الجهاز الأحشاء الداخلية وعضلات القلب كعضلة رئيسية منفردة. الجهاز العضلي ينشأ تقريبا في الأسبوع الرابع الخامس من عمر الجنين، ونشأته معتمد على الجهاز العصبي، يعني تبدأ الأعصاب تخرج من منبع العصب في الحبل الشوكي وتسحب معها العضلات تدريجيا. يمكن عندنا الصورة هذه طبعا في نهاية يعني في نهاية النمو، اللي آخر الصورة على الجهة اليسرى، هذه الخلايا العضلية. طبعا العضلة هي لما تنشأ تسحب معها الأعصاب، والأعصاب في النهاية نحتاجها، حتى لو انتقلنا إلى الصورة الثانية مثلا، في النهاية تحتاج إلى 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 العصب حتى الإشارة العصبية. مثلا هنا الصورة واضحة، هذه العضلة مثلا، والإشارة الحبل العصبي أو العصب يخرج من الخلايا العصبية في الحبل الشوكي، والإشارة العصب السفلي هذه الإشارة الحركية والعصب الحركي. مثلا أنا أريد أن أحرك يدي الآن، فدماغي أطلق الإشارة أنه أحتاج أحرك يدي، فالإشارة تنطلق من الدماغ إلى الحبل الشوكي، ثم تخرج مع هذا العصب وتتجه للعضلة المسؤولة عن الحركة التي أريد أن أعملها. ونفس الشيء من جهة أخرى، العصب الآخر هذا العصب الحسي. العضلة الآن أنا لو جاتني إحساس مثلا قرصة أو ألم أو حرارة أو برودة، واحتاج أني أبعد يدي، فهذا الإحساس ينطلق من العضلة إلى الحبل الشوكي، ثم يرجع ثاني مرة أنه أبعد يدك لأن المنطقة أو في ألم أو في حاجة يحتاج تبعد يدك عنها. وهذه كيفية ارتباط الجهاز العصبي بالعضلي. فأنا أحتاج أنه عصب يكون شغال كويس وعضلات تكون سليمة حتى يستطيع الإنسان يقوم بالوظائف الحركية التي ربي خلقه عشانها. الآن دكتور، السلسلة هذه ما شاء الله دكتور، من يعني بداية الإحساس الإنسان بالعصب بالمهيج أو بالمحفز وانتقالها، هل هذه تحتاج دكتور 3 دقائق دقيقتين، ولا كم تحتاج مدة؟ طبعا جزء من الثانية، سبحان الله. يعني كل هذه حتى ينطلق، احنا عندنا الجهاز العصبي عبارة عن جزئين. مثلا الآن أتتني قرصة
مؤلمة. فالجزء الأول أنه وظيفة الحبل الشوكي أنه يبعد يدي مباشرة عن مصدر الألم أو المهيج، وفي نفس الوقت الإشارة هذه تروح للجهاز الحبل الشوكي وترجع حتى يبعد يدي، في نفس الوقت الإشارة هذه تطلع للدماغ حتى بعض الأحيان يمكن ما أحتاج، يعني الدماغ يبدأ يفسر ترى الموضوع يستاهل أو ما يستاهل أني أبعد يدي، لكن أنا يدي سأبعدها سأبعدها، بعدها بثواني يجي الدماغ يقول لي ترى الموضوع قرصة ناموس ما يحتاج تبعد يدك، أو لا والله ترى الموضوع سكين أبعد يدك تماما. فهذه كلها أجزاء من الثانية، أي تأخير فيها طبعا يؤخر وظيفة الإنسان وقد تؤدي للمشاكل أكبر لا قدر الله في الحركة أو في الإحساس. جميل. طيب دكتور، أمراض الأعصاب والعضلات الطرفية كيف ممكن حنا نصنفها وكيف نفهم كل مرض؟ تمام. طبعا هو لو احنا تقسيمتها كبيره، لان لو قسمنا امراض الاعصاب وامراض العضلات، امراض العضلات نبدا فيها. طبعا امراض العضلات قد تكون شيء وراثي خلق مع خلقه الانسان، يعني موضوع جيني او موضوع في الجينات، قد يكون جينات طفره وراثيه او تكون طفره جينيه حديثه او تكون وراثه من الاب والام او من احد الوالدين. هذا النوع الاول. النوع الثاني قد تكون مكتسبه، جهاز المناعي، أدوية معينة يستخدمها الإنسان، التهابات معينة تؤثر على جهاز العضلات. الجهاز العصبي أو الأعصاب تقريبا نفس الشيء، عندنا أمراض عصبية، العصبية أقصد موروثة. في العصب موروثة أو جينية، وأمراض عصبية مكتسبة. طيب خلينا دكتور نبدأ حديثنا في ضمور العضلات الشوكي. تمام. جميل. أول شيء دكتور، إيش هو ضمور العضلات الشوكي؟ تمام. طيب هذا من أشهر أمراض العضلات والأعصاب في 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 عند عند الأطفال والكبار. طبعا ضمور عضلات الشوكي بالإنجليزي والSMA والسبانال ماسكولار أتروفي، مشكلتي تحديدا في المرض هذا في الحبل الشوكي في منابع العصب. يعني لو شفنا الصورة هذه في الحبل الشوكي نفسه، هذا اللي هو المصنع زي ما يقول مصنع الأعصاب. فلما يكون العصب ضعيف، تذكر في البداية ذكرنا أن العضلة مرتبطة بالعصب في نموها، فمع الوقت يضمر العصب ثم تضمر العضلة تدريجيا. فمن يعني من هذه الناحية أتى اسم ضمور العضلات الشوكي نسبة للحبل الشوكي. المرض هذا أنواع، عندي النوع الأول الثاني الثالث الرابع. مثلا هذا الفيديو للنوع الأول، مثلا ما أدري إذا الفيديو ممكن يشتغل. طيب هو دكتور يبين الأعراض الخاصة بالمشكلة؟ نعم، هذا في النوع الأول مثلا. لو لاحظنا الطفل هذا، وهذا جيدا الآباء والأمهات ينتبهوا لها، الطفل هذا ما يحرك مثلا فخذينه ولا يحرك أكتافه، يعني أغلب الحركة في الأطراف، في الأطراف في الأطراف، تلاقي حركته في يده لكن ما في حركة في الأكتاف ولا حركة في في في, في الأفخاذ. طبعا يصاحب هذه بعض الأحيان نسميه التنفس العكسي، تلاقي بطنه هي اللي تتحرك، صدره ما يطلع وينزل نظرا لضعف العضلات في في, في الصدر. الأطفال في ضمور عضلات الشوكي دماغيا كويسين. يعني بس هو مشكلة في العضلات الطرفية. مشكلة في العضلات الطرفية. فالطفل هذا مثلا يتابعك بعينه حريصا، يشوف إذا أمه دخلت يتابعها يشوفها، لكن للأسف ما يستطيع يحرك جسمه بسبب المرض هذا. هذا النوع الأول. طبعا هذا النوع الأول يبدأ في الشهور الأولى من العمر. النوع الثاني عادة الأطفال يستطيع الوصول لمرحلة الجلوس بس ما يستطيع ينمو أكثر من كذا، فيبدأ عادة من عمر 6 شهور فما فوق. النوع الثالث يستطيع يجلس، يستطيع يمشي، لكن بعد كذا يحتاج مساعدة في المشي. النوع الرابع ممكن يستمر في يعني ينمو يصل المشي ويتحرك بشكل سليم، لكن بعد في العمر مثلا بعد 6 سنوات 7 سنوات يحتاج إلى مساعدة، وبعض الأحيان حتى ما يحتاج مساعدة إلى العمر في يعني في العشرينات والثلاثينات. فهذه الأنواع المختلفة، النوع الأول الثاني الثالث الرابع. المرض هذا طبعا مرض وراثي، مرض متنحي، فنحتاج أن الأب يكون حامل للمشكلة والأم تكون حاملة للمشكلة، وتجتمع النسختين اللي فيها مشكلة في الطفل. إذا اجتمعت نسختين معطوبتين في الطفل ظهرت الأعراض على الطفل أو على المريض مثل ما ذكرنا، سواء كطفل أو كرجل بالغ. طيب خليني أطرح لك سؤال دكتور، بما يخص كورس المرض أو تقدم المرض مع الوقت، هل يتحسن ولا يسوء ولا يظل مثل ما هو؟ جميل. طبعا للأسف هذا المرض من أمراض التفاقمية أو يسوء الطفل مع الوقت، خاصة النوع الأول والثاني. مثلا النوع الأول كله بأمر الله عز وجل، لكن إذا ما تدخلت في علاج الطفل فالطفل غالبا يعني قد نصل لمرحلة الوفاة، أو غالبا يصير يعني يموت في السنتين الأولى من عمره. النوع الثاني قد يعيش فترة أطول قليلا، لكن في الأخير حيكون عنده صعوبة في التنفس وممكن نصل إلى الوفاة. الثالث والرابع أهون، قد يكون عنده صعوبة في الحركة لكن ما عنده مشكلة كبيرة في التنفس، وكذلك النوع الرابع. فهو مرض تفاقمي، متى ما شخص الطفل بهذا المرض فالمتوقع أنه في نزول في قدرته الحركية تدريجيا. جميل. بالنسبة دكتور للتشخيص، كيف يتم التشخيص؟ هل تشخيص كلينيكي ولا في أشياء أخرى ممكن تعمل؟ جميل.
طبعا أول درجات التشخيص اللي هو الاشتباه بالمرض. أنا عادة أقول لجميع الزملاء والطلاب الطب والطالبات، إذا عندك طفل رضيع ومثلا ما يستطيع يجلس أو ما يقلب في عمر 6 شهور 4 ل 6 شهور، وفحصت المريض وجدت عنده رخاوة في جسمه، وعندنا أحد الطرق الفحص أنه نفحص بالمطرقة الطبية وما في ردات فعل، لازم تفكر في موضوع في أحد الاحتمالات ضمور عضلات الشوكة. طبعا في علامات أخرى، في زي الارتجافات في اللسان وغيرها، هذه ممكن تساعد. التهابات متكررة في الصدر، هذه كلها ممكن تساعد على التشخيص. طبعا هذا الجزء الأول اللي هو الفحص الكلينيكي وتاريخ الأسرة. بعد كذا ننطلق للفحوصات، عفوا الفحوصات التأكيدية، وهنا أهمها في المرحلة في ضمور عضلات الشوكة فحص الجينات. والتحليل المخبرية الثانية والأشعات لها دور ولا ما لها دور؟ ممكن تفيدك تستبعد أمراض أخرى، يعني في يمكن في أمراض مثلا ضمور عضلات، ضمور العضلات الكونجنتال مايوبثي تشبه في بدايتها ضمور عضلات الشوكي، فعمل فحوصات مخبرية مثلا إنزيم العضلات ممكن يساعد لاستبعاد أمراض العضلات، لكن في النهاية لتأكيد التشخيص يحتاج لفحص الجينات. بالنسبة للعلاج دكتور، هل العلاج دوائي ولا جراحي ولا علاج طبيعي ولا الثاني والثالث؟ علاج دوائي وعلاج طبيعي. طبعا العلاج الطبيعي مهم جدا في كل أمراض اللي حنتكلم أظنها عنها في الحلقة. العلاج الطبيعي والوظيفي مهمة جدا، يعني في المحافظة على الموجود على الأقل ثم التحسين. بالنسبة لضمور عضلات الشوكي، طبعا مؤخرة من عام 2016 وانت ماشي صار عندنا علاجات قد تخفف من حدة المرض بشكل كبير، وإذا أعطيت في وقت مناسب قد أصلا حتى تحسن من المرض. وهذه العلاجات علاجات جينية. عندنا أنواع كثيرة، عندنا 3 أدوية الآن اعترف بها بشكل سريع نتكلم عنها. العلاج اللي يعطى عن طريق إبرة الظهر، علاج يسمى نسنيرسن، وهذا أول علاج وتم إعطاؤه في المملكة، عندنا أكثر من 100 مريض الحمد لله أعطوا هذا العلاج، وهذا يعطى طبعا مدى الحياة للأسف عن طريق إبرة الظهر. كل كم يا دكتور؟ كل 4 أشهر، لكن في البداية في جرعات مكثفة، ثم بعد ذلك كل 4 أشهر مدى الحياة. ويتحسن؟ طبعا إذا أعطيته مبكرا نعم يتحسن، لكن أقل شيء أقدر أقول أنه هذا المرض بإذن الله قد هذا الدواء عفوا قد يوقف من تفاقم المرض. جميل. يعني على الأقل أحافظ على اللي موجود. ممتاز. العلاج الثاني علاج جيني، وهذا أنا أعطيه عن طريق فيروس. فيروس طبعا أخذت منه قدرته على العدوى، وأعطي هذا ووضع فيه البروتين اللي هو ناقص في جسم الإنسان في ضمور عضلات الشوكي، يعطى مرة واحدة عبارة عن إبرة واحدة. سمح به لأطفال أقل من 2 سنين. النوع الأول، الدواء الأول يعطى لكل الأعمار، وهذا كويس. العلاج طبعا مرة واحدة فقط، عبارة عن إبرة في الوريد، لكن يحتاج أن يعطى للشخص المناسب في بدايات المرض. كل ما أعطي مبكرا في الأسابيع الأولى كل ما كانت النتيجة أحسن، كل ما تأخرنا كل ما كانت النتيجة قد ما تكون مرضية بشكل كبير. العلاج الثالث شبيه بالعلاج الأول لكن عن طريق الفم، وهذا إلى الآن مش موجود في السعودية. العلاج الثاني العلاج الجيني أعطي تقريبا يعني عدد بسيط من المرضى في السعودية، والعلاج الثالث اللي هو نفس العلاج الأول لكن عن طريق الفم، وهذا إلى الآن لم يصل إلى المملكة. جميل. طيب بالنسبة دكتور للبروغنوسيس أو مدى، يعني كيف راح يعيش المريض هذا في المستقبل، أو إيش احتمالية أنه مثلا سمح الله يتوفى أو تتحسن أموره؟ جميل. طبعا يعتمد على النوع، النوع والعلاج، أعطي علاج أو لا. النوع الأول والثاني للأسف يعني المتوقع أنه في الغالب الطفل سيضعف مع الوقت إذا لم يعطي العلاج، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة خصوصا بسبب التهابات الصدر المتكررة. النوع الثالث والرابع أمورهم أحسن بشكل كبير، لكن قد يكون عندهم صعوبة. مثلا في مرضى من النوع الثالث خلصوا الدكتوراه، يعني استطاعوا أن يكملوا دراستهم للدكتوراه وعايشين، قد يكون في ضعف بسيط في الحركة لكن ذهنيا ما عندهم مشكلة، فيعتمد على النوع. بالنسبة للعلاج، طبعا العلاج زي ما ذكرنا من 2016 تقريبا، فما زال تطورنا على العلاج محدود في السنوات هذه البسيطة. إلى الآن العلاج فعال. مرضى النوع الأول اللي ذكرنا إحنا في البداية أنه يموت وإذا ما أعطوا العلاج، الآن ما شاء الله تحسنوا بشكل كبير، وفي بعضهم وصل لعمر 5 و6 سنوات اللي كان متوقع أنه يتوفوا على عمر 2 وأقل. جميل. طيب الآن دكتور، لو مثلا زوج والزوجة أنجبوا أول طفل وكان مصاب بهذا المرض، كيف ممكن يمنعون حدوثه في المرات القادمة؟ هل في طرق معينة؟ هل في فحوصات ما قبل الحمل وغيرها؟ ممتاز، ممتاز جدا، هذا سؤال جدا مهم، وهذا أساس العلاج الوقائي.
أنه ما تتكرر المشكلة في الأسرة أو في المجتمع بشكل عام. طبعا هذا ذكرنا في البداية مرض متنحي وراثي، فمتنحي أقصد أنه الأب يكون حامل نسخة والأم حاملة نسخة في الغالب، وتجتمع نسختين اللي فيها مشكلة في الطفل. لأن كيفية تجنب الحدوث المشكلة في الأطفال القادمين، طبعا أول شيء نوضح أنه الفحص ما قبل الزواج اللي يعمل الآن به في المملكة، مشكورين يعني الحكومة ما قصرت في عمل هذا الفحص، ما يشمل كثير من الأمراض الوراثية. يعني الفحص اللي يعمل به حاليا يشمل بعض الأمراض الوراثية في الدم زي أنيمة المنجلية وأنيمة بحر الأبيض المتوسط، بعض أمراض المعدية. فجي ضروري جدا قبل الزواج، يعني حتى إذا كان مثلا تأخذها بجهة أخرى، إذا كانت الأسرة مثلا عندهم قريب عنده ضمور عضلات الشوكي، أنا أعرف أن ولد عمي عنده ضمور عضلات الشوكي وأنا بأخطب بنت عمي مثلا، فجيد أني قبل ما أخطب بنت عمي أتأكد لا أكون أنا حامل وبنت عمي حامل المرض، فممكن تحصل لنا المشكلة. هذا أول خطوة. إذا ربي كتب وتزوجنا وأنجبنا الطفل أول مصاب، ففي طرق للتجنب الإصابة. طبعا الطريقة الأولى الطريقة القديمة أن الأم تحمل حمل عادي، وقبل نفخ الروح يتم فحص الجنين في بطن أمه هل هو مصاب أو لا، ثم يترك القرار بعد النقاش مع الطبيب المختص هل يسقط الجنين أو لا. الخيار الثاني هو الأجد وهو الأنسب صراحة، هو حمل الأنابيب مع خطوة فحص الجينات، فتفحص الحيوانات المنوية السليمة والبويضات السليمة ويلقح السليم بالسليم، وكذا الطبيب الجينات مع طبيب النساء والولادة وطبيبة النساء والولادة يضمنوا بأمر الله عز وجل أن الطفل أو الجنين ما عنده مشكلة ضمور عضلات الشوكي. وهذه موجودة يعمل بها في المملكة شوية كثير، على رأسه مستشفى الملك فيصل التخصص في الرياض. جميل. هل في تحليل دكتور متاح للناس المقبلين على الزواج بأنه يعني يعمل التحليل هذا عشان يتأكدوا أكثر؟ نعم، إذا في شخص مصاب في الأسرة، طبعا هو يعمل هذا الفحص إذا كان في شخص مصاب في الأسرة، مثلا عندي أخ مصاب وأنا بروح أتزوج بنت عمي مثلا، أو عندي ولد عم مصاب والأسرة فيها أكثر من شخص مصاب بضمور عضلات الشوكي، نعم أخذ الفحص، أخذ نتيجة الشخص المصاب وروح عند مختبرات كثير في المختبرات، حتى يعني ممكن نسمي إن أردتم، أبغى أقول لهم أنا هل أبغى أفحص هل أنا حامل المرض هذا أو لا. جميل. ونفس الشيء للزوجة المستقبلية هل هي حامل المرض هذا أو لا. بعد طلوع النتيجة القرار طبعا ما حد حيمنع أحد من الزواج، لكن القرار يعني للعريس والعروس المستقبلين هل يكملوا في الزواج أو لا. يعني أنا بوجهة نظر عامة، وهذه من السنة، يعني الإنسان كل ما ابتعد عن الأقارب كل ما قوى نسله بإذن الله وابتعد عن الأمراض. ما طبعًا هذا مو معناه أن زواج القارئ فيه مشكلة، بالعكس، لكن بشكل عام نتكلم يمكن كل ما إنسان من كل ما تبعد عن كل ما اقترب وتبعد عن الأقارب كل ما بإذن الله خفت من احتمالية الأمراض، خصوصًا إذا في أمراض وراثية معروفة في الأسرة. يعني هذا من باب أولى إذا كان، وهذه دائمًا أنصح بها المرضى، إذا أنت تعرف إنه أولاد عمك عندهم أمراض وراثية أو أولاد خالتك أو يعني في مرض وراثي في الأسرة، يفضل إنك تبعد. جميل. طيب خلينا دكتور ننتقل الآن إلى المرض الثاني اللي بنتكلم فيه في حلقتنا الليلة، وهو مرض ضمور العضلات دوتشيني أو دوتشين ماسكولار ديستروفي. فبداية دكتور إيش مفهوم هذا المرض وهل هو منتشر أو لا؟ جميل. طيب هذا دحين انتهينا من ضمور عضلات الشوكي، قلنا المشكلة في منبع الأعصاب في الحبل الشوكي، لأن هذا مرض مختلف تماما، دوشين ماسكولار ديستروفي أو مرض ضمور العضلات الدوشيني. المرض هذا أكثر انتشارا، هو أكثر أمراض العضلات الوراثية انتشارا، نسبته تقريبا 1 لكل 3500 مريض أو كل 3000 وإلى 4000 مريض. هذه أحد العلامات، وجيد الإنسان تكون في باله. إذا عندك طفل عمره 3 سنوات 2.5 سنين وما يستطيع يقف، يعني هو جلس على الأرض الآن والمريض هذا الولد قاعد يحاول يعني يقوم وما هو قادر، وبعدين إذا جاي يوقف يحاول يستند على شيء، يا يستند على ركبه يستند على الجدار، فهذه نسميها أو أحد العلامات اللي علامات على ضعف عضلات الفخذ. أيوة. طبعا لها اسم بالمصطلح الطبي اسمها قور أو علامة قور، أو الشخص اللي اكتشفها اسمه قور. أيوة. وهذه الإشكالية إذا وجدتها في طفلك، وجدت طفل عمره خاصة 2.5 3 سنوات أو أكبر، وعنده صعوبة في القيام، يحاول يعتمد على ركبه على يده كأنه يتسلق نفسه، أو يستند على جدار أو كرسي، من ضروري جدا تراجع الطبيب، وهذه من أوائل علامات مرض دوشين ضمور عضلات الدوشين.
طبعا هي دكتور في عضلات الفخذ فقط ولا في عضلات برضو الأكتاف؟ الأكتاف صحيح، هي تبدأ في عضلات الفخذ لاحقا مع تفاقم المرض صحيح تؤدي يعني تتأثر عضلات الكتف، تتأثر حتى عضلة القلب في هذا المرض ممكن تتأثر مع الوقت خاصة بعد عشر سنوات، بعد عمر عشر سنوات. لكن أول علاماتها المشي على الأصابع، ما أبغى يعني نخوف الأسر، المشي على الأصابع في أسباب كثير على أصابع القدم، لكن من أحد الأسباب مثلا مرض الدوشين صعوبة القيام من الجلوس، صعوبة طلوع الدرج. يعني هذه ثلاثة علامات إذا وجدتها مستمرة مع تضخم في عضلة البطة الساق ضروري أنه تكون تزور الطبيب. المرض هذا شوي يختلف عن المرض الأول، أولا مرض وراثي صحيح، مرض وراثي لكن ما هو مرض متنحي، نسميه مرض الأمراض اللي تصيب الكروموسوم إكس أو المتعلقة بالإكس، بمعنى آخر هذه الأمراض ما تصيب للأسف إلا الأولاد، ما تصيب البنات. فما هي تقلق إذا عندك بنت، أو إذا أحد قال عندك بنت يعني عندها علامات هذه وقال لك الطبيب أنه ترى عندها دوشين فهذا الطبيب أخطأ في التشخيص. هذا المريض آخر عنده نفس الصعوبة القيام بس من جهة أخرى، يعني حتى توضح الصورة وتوضح العلامة. هذا الطفل مثلا مش قادر، يعني واضح أنه هنا شوف قاعد يحاول يتسلق على نفسه. لو لاحظتم الآن قاعد يقف ويمسك على ركبه ويحاول أنه يعني يستطيع أنه يقوم إلى أن يصل، وهذا اللي يتسلق على ركبه الآن حتى يستطيع الوقوف وينتصب كاملا. إذا وقف يا دكتور يقدر يمشي ويمارس حياته بشكل طبيعي؟ يمشي إلى مرحلة معينة. للأسف مثلا أمراض العضلات الدوشيني بأمر الله عز وجل، لكن أغلب الأطفال يفقد القدرة على الحركة على عمر 12 إلى 14 سنة، لأنه مع الوقت تبدأ تضعف العضلات، حتى عضلات الجذع، عضلات الكتف وغيرها. بالنسبة للمرض هذا، طبعا المرض ذا كان مصيب العضلات، مشكلة في العضلات نفسها في مادة الدستروفين، مرض وراثي عن طريق الكروموسوم إكس، فيصيب الأولاد ما يصيب البنات. عادة تبدأ أعراضه من عمر سنتين ثلاث سنوات قبل أو بعد، وله علامات اللي ذكرناها. وللأسف هذا مرض أيضا مرض تفاقمي مثل النوع الأول أو المرض الأول، وتدريجيا قد الطفل يفقد القدرة على الحركة مثل ما قلنا على عمر 12 سنة. بالنسبة دكتور لطرق التشخيص، إيش الطرق التشخيص المتاحة لهذا المرض؟ نفس طريقة المرض الأول، التشخيص نبدأ بالتاريخ المرضي، الولد، طريقة القيام من الجلوس، بطة الساق تكون فيها تضخم، ثم بعد ذلك هنا في المرض هذا ضروري نعمل فحص إنزيم العضلات لأنه غالبا يكون مرتفع جدا، إحنا نتكلم فوق 3000 فوق 5000 والطبيعي اللي عفوا هذا السيكي الإنزيم العضلات وعادة الطبيعي إلى 200-250 في الأطفال للأسف اللي عندهم دوشين يكون فوق 3000 فوق 5000. فإذا اجتمع الطفل ولد ذكر مع إنزيم عضلات أكثر من 5000 في الغالب أنت وصلت للتشخيص، تؤكد التشخيص بفحص الجينات. جميل دكتور، هل تصوير الأم أو الأب للطفل في البيت هو جالس يعني هو يقوم هو يتحرك مهم عشان الطبيب يشوفها الطبيب المختص؟ جميل، طبعا هذه إحنا في طب الأعصاب مهمة بالنسبة لنا كثير، طبعا ما نبغى نوسوس نصور كل شيء، لكن إذا اشتبهت بشيء سواء تشنجات سواء صعوبة في الحركة، بعض حين تأتي العيادة وما تستطيع تصف المشكلة تحديدا، يعني تحاول قدر الإمكان، لا أنا كطبيب فهمت وأنت ما أنت قادر توصلها بطريقة واضحة، فتوريني الفيديو أقول لك خلاص وضحت الصور. فجيد أن يكون فيه صور أو فيديوهات تحديدا، وهذا حتى ما ننصح فيه صراحة في طب الأعصاب خصوصا طب أعصاب الأطفال، دائما صور ابنك إذا اشتبهت بحركة غير إرادية، تشنج لا قدر الله أو صعوبات حركية معينة صورها، وإذا استطعت وجيبها معك جيب الفيديو معك في العيادة. جميل، إضافة على ذلك دكتور، بعض الأحيان الشخص مثلا يشوف حركات معينة وما ينتبه مثلا لأشياء معينة، لكن الطبيب يكتشف أشياء صحيح. دقيقة تساعده في التشخيص وتساعده في الاستبعاد وتريحنا من أشياء كثير، يعني بعض الأحيان يعني خلاص إذا شفت الحركة وشفت الصورة وشفت الفيديو يمكن يعني استطيع اقفز كثير من الفحوصات خلاص، لانه احتاج اسوي فحص معين واحد عشان اكد التشخيص. وبعض الاحيان يطلع ما في شيء، يعني بعض الاحيان وهذا ضروري ننبه الاهالي، ترى مو كل حركه غريبه معناها مرضيه. بعض الاحيان الاهالي يقول لك دكتور هذه حركه الغريبه اللي يسويها الطفل، تجي تشوفها في الفيديو تطمنهم، تقول لهم لا يا جماعه هذه حركه طبيعيه طفوليه وتختفي على عمر معين. ففي كثير من الاحيان نقول له يا جماعه كويس اني شفت الفيديو عشان اطمنكم انه ما هذه ما هي مقلقه. وبعض الحين للأسف عشان نأكد التشخيص أنه نقول لا في الغالب الطفل عنده المرض الفلاني. جميل، طيب بالنسبة دكتور لو جاء في العيادة أب وأم عندهم الولد مصاب بهذا المرض، كيف يتم دكتور علاج المريض شفاهم الله؟
طيب اللي بالدوشين مرض ضمور عضلات الدوشيني. طبعا ضمور عضلات الدوشيني شويه اصعب من وهي كلها صعبه، لكن هذا شويه اصعب من المرض الاول لانه في علاجات، لكن هنا في علاج الدوشين تختلف، مو يعني العلاج ما ينفع لكل مريض لانه الطفره الوراثيه في الدوشين تختلف، في طفرات متعدده مختلفه، مش المريض الف زي المريض باء. والادويه الى الان معتمده على نوع الطفره، ما هي معتمده على التشخيص العام الى الان. نبدا بالعلاج بشكل عام، احنا بعد ايصال المعلومه وتوضيح المشكله للاهالي، اهم شيء مثل ما ذكرنا في المرض الاول العلاج الطبيعي والوظيفي، واهميه العلاج الطبيعي هنا المحافظه على ليونه المفاصل. هذا اهم شيء عندي، وهذا يعني اوجهها للزملاء في اخصائي العلاج الطبيعي، اولويتي في ضمور عضلات الدوشين يعني احافظ على ليونه المفاصل او تمارين الاستطاله. بعدها تأتي التقوية، وماني حريص عليها بحرصي بقدر حرصي على الاستطالة، هي رقم واحد. بعد ذلك في دواء قديم حديث هو الكورتيزون، ما زال يعطى الكورتيزون، طبعا يؤخر من تفاقم المرض بمعدل 2-3 سنوات، يعني الرب كاتب أنه الطفل هذا يفقد قدرة على الحركة العمر 14 يخليها 16-17، وهذا كويس، ما أقول لك أنه علاج ينهي المشكلة لكن يأخر الأعراض بشكل كبير، ويحمي القلب لأنه قلنا في المرض هذا القلب في الغالب بعد عمر 10-12 سنة يبدأ يصير فيه توسع في عضلة القلب أو تضخم. وبعد كذا فيه العلاجات الجديدة، طبعا هذا برضو من الأمراض اللي مؤخرا صار فيه علاجات جديدة، لكن مثل ما ذكرنا في البداية العلاجات الجديدة هذه مرتبطة بنوع الطفرة. وحتى الجميع يكون في الصورة، كلنا نفرح إذا كان في علاج جديد، لكن مجرد الإعلان عن علاج جديد في تويتر أو شيء مو معناه أنه علاج فعال 100%، واثنين مو معناه أن العلاج ينفع لكل شخص مصاب بالدوشين، فدائما ارجع لطبيبك المختص حتى يوجهك، لأنه بعض الأحيان الدواء كويس لكن مو مناسب لطفلي، أو الدواء كويس وينفع لطفلي بس أنا تأخرت مثلا، الدواء هذا يعطى لعمر 3 سنوات وأنت عمر طفلك 10 سنوات مثلا. جميل. طيب آخر سؤال دكتور قبل الفاصل، كيف ممكن إحنا نمنع المشكلة هذه؟ طبعا نفس النقطة الأولى، بعد التشخيص غالبا يعني المرض هذا الكروموسوم إكس ينتقل للأسف من الأمهات لأولادهم الذكور، فما له علاقة بزواج الأقارب مثل النوع الأول. هذا خلاص ما دام البنت الأم مصابة بغض النظر زوجها قريب أو غير قريب لها، ممكن تنقل المرض لأبنائها بمعدل 30-33%. فنفس ما ذكرنا في النوع الأول، بعد ما يتم تشخيص الطفل الأول ممكن الأم تلجأ إلى طبيب الجينات المختص أو طبيب الأعصاب المختص ويوجهها كيف أنه ممكن تحمل بأمر الله عز وجل مستقبلا مع استبعاد احتمالية الإصابة بالدوشين. ففي طرق كثير شبيهة مثلا ذكرنا في ضمر عضلات الشوكي، وفي أسر كثير عندي عندهم طفل أول مصاب واستطاعوا الحمد لله أنه أطفال الباقين يكونوا سليمين بإذن الله. جميل، الله يعطيك العافية دكتور. أبدا بالعكس. فاصل يعني. قصير ونعود إن شاء الله. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، يبقوا معنا. فخذ النصيحة من طبيب حاذق وبأمر ربك تكشف الأدواء. فاكهة وفائدة. الفراولة، للفراولة العديد من الفوائد الصحية وأهمها تحسين وظائف المناعة ومحاربة العدوى والأمراض كنزلات البرد والإنفلونزا وإزالة السموم من الجسم وتقليل الالتهابات والحماية من السرطان، فهي تحتوي على مركبات تشكل خطاً دفاعية ضد تطور السرطان والأورام، وتحمي الفراولة الجسم من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، كما تعالج أعراض التهاب المفاصل والنقرس، وتساهم الفراولة في صحة العين وتقلل خطر الإصابة بمشاكل الرؤية المرتبطة بالشيخوخة مثل الضمور البقعي والتلف في بنية العين السليمة، وتنظم الفراولة السكر في الدم مما يجعلها تقلل من خطر الإصابة بالسكري، وهي مفيدة في تقليل مخاطر السكتة الدماغية عن طريق منع تكوين جلطات الدم، وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يعمل كموسع للأوعية، وبالتالي تحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وتتميز الفراولة بفائدتها في تحسين المزاج، كما تقلل أعراض الحساسية وتعزز المناعة وتساهم في حيوية البشرة لاحتوائها على فيتامينات تبقي البشرة ناعمة وتكافح تطور سرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.
فخذ النصيحة من طبيب حاذق وبأمر ربك تكشف الأدواء. عودة من جديد أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل، نكرر الترحيب بكم دكتور أحمد. يا أهلا وسهلا، إن شاء الله ما يكون أزعجنا المستمعين في الجزء الأول. لا لا إن شاء الله تعالى ما أزعجناهم بإذن تعالى. إحنا نتكلم دكتور قبل الفاصل عن مرض ضمور الأعصاب الشوكي، تكلمنا عن كل ما يخص هذا المرض، الأسباب، طرق التشخيص، العلاج، وكيف ممكن نمنع المرض. تكلمنا أيضا عن ضمور العضلات الدوتشيني، وتكلمنا برضو عن إيش المرض، أسبابه، طرق تشخيصه وعلاجه، وكيف ممكن إحنا نمنع المرض. الآن دكتور خلينا ننتقل إلى مرض من الأمراض اللي بنسمع عنها، مرض الوهن العضلي الوبيل أو الميوتنسين جريفيس. فبداية دكتور إيش هو هذا المرض، ويعني هل هو منتشر أو لا؟ تمام، أنا اسمح لي بس قبل ما أتكلم على الميوتنسين جريفيس الوهن العضلات، في الدوشين طبعا في مرض شبيه بدوشين ونسميه ابن عم دوشين هو البكر. البكر طبعا هذا هو مرض نفس مرض الدوشين، نفس الإشكالية الوراثية والجينية، لكن عادة أعراضها خف بشكل كبير، يصيب المراهقين والكبار. الدوشين طبعا ذكرنا في الأطفال، البكر يكون أخف بشكل كبير جدا ويصيب المرحلة المتقدمة من العمر، وممكن يعيش الإنسان بالبكر حياة شبه طبيعية مع صعوبات في الحركة بسيطة. طيب نرجع لسؤالك، موضوع الميوتنسين جريفيس أو مرض وهن العضلات الوبيلي أو الوبيلي. طبعا هذا مرض يختلف تماما عن عن عن, عن المرضين السابقين. من ناحية أولا هذا المرض غالبا ليس وراثيا، في أنواع منه شبيهة تأتي نسميها congenital myasthenic syndrome ما حنتكلم عنها، لكن هذا المرض عبارة عن مرض مناعي. الأمر الثاني، هذا المرض مشكلته في الناحية فسيولوجية، إحنا المرض الأول كان في المنبع الأعصاب، المرض الثاني كان في العضلات، هذه في الوصلة بين العصب والعضلة، كيف العصب يتكلم عن العضلة. ندخل في تفاصيل المرض هذا. المرض هذا منتشر، يعني تقريبا 20 لكل 100,000 مريض، يصيب الأشخاص من عمر 20-30، وقد يصيب الأطفال، يعني عندي مرضى في عمر 6 و7 سنوات، لكن الأغلب من بين 20 سنة إلى 30 سنة. يصيب النساء أكثر من الرجال على الأقل في العمر المتقدم، إذا كبروا في العمر ممكن الرجال يكونوا متساويين من النساء من ناحية احتمالية الإصابة، أقصد بعد 45-50 سنة. المرض هذا مرض مناعي، إشكاليته أنه في جهاز المناعي في جسم الإنسان خطأ يفرز أجسام مضادة، هذه الأجسام المضادة تروح عند مستقبلات النواقل العصبية اللي بين العصب والعضلة وتقفلها. فأنا عندي ناقل عصبي في العصب، يفرز ناقل عصبي في نهايات العصب عشان يروح للعضلة يشغلها، فيفرز عادي، لكن ما يقدر يمسك في المستقبل تبعه لأنه مقفل بالأجسام المضادة. فهذه الإشكالية الأساسية في مرض وهن العضلات الوبيلي. من اسمه وهذه أشهر علاماته هو مرض وهن، والوهن طبعا بالإنجليزي فتيك أو وهن، أنه الإنسان أو المريض في أول النهار يكون كويس، قوته كويسة، وتدريجيا مع الوقت طبعا على حسب شدة المرض، بعضهم على نهاية اليوم في الليل، وبعضهم ما يجي الظهر إلا هو تعبان، فيعتمد على شدة المرض. عادة هذا المرض غالبا ما يبدأ بعضلات العين، فأول الأعراض تلاقي الإنسان المرأة مثلا غالبا يصيب النساء أكثر عندها ذبول في العينين، نسميها العيون الناعسة مثلا. وهذه تلاقي أول اليوم عينها تفتح تماما ما عندها مشكلة، نهاية اليوم تلاقي عينها ذبلت أو عينها صغرت، وهذه أول العلامات. وما يصاحبها أو يأتي بعدها أنه يشوف الشيء شيئين، فصعوبة في حركة العين البؤبؤ، فتلاقي يشوف الصورة صورتين، وممكن يتفاق يعني يزيد المرض مع الوقت، يصير عندنا صعوبة في البلع، صعوبة في الكلام بشكل بسيط، وممكن بعد ذلك ينتقل إلى بقية الجسم، يصير عندي صعوبة في القيام، صعوبة في الحركة مع الوقت، برضو وهن، يعني في البداية يكون كويس بداية اليوم ومع الوقت أضعف. في مراحل متقدمة المرض يكون قد يصل إلى أن يكون إنسان ضعيف طول اليوم، يعني خلاص ما عاد تفرق في بداية اليوم أو آخر اليوم. بالنسبة لدكتور الأسباب، إيش أسباب مرض الوهن العضلي؟ طبعا هذا مرض مناعي زيه زي بقية الأمراض المناعية العصبية، وإلى الآن ما في سبب واضح ليش الإنسان إكس أو المريضة فلانة تصاب بالمرض هذا. في مثيرات طبعا، في غالبا قابلية جينية بس ما نعرف إيش هي تحديدا إلى الآن، يعني العلم ما توصل لها، لكن في مثيرات، بعض حين يكون التهاب، بعض حين يكون تطعيم، بعض حين يكون عدوى أو استرس مثلا، عملية جراحية، حمل مثلا، فهذه ممكن تثير الجسم وتثير المناعة. بس كل مرضى يجيهم عدوى، كل مرضى يأخذوا تطعيمات، كل البشر يأخذوا تطعيمات، ومو كلهم يجيهم مرض وهن العضلات. فهو في قابلية عند المريض فلان
وأثاروا الالتهاب اللي جاله أو أثاروا الحمل اللي حملته في المريضة، لكن إلى الآن السبب الرئيسي غير معروف السبب. جميل. بالنسبة دكتور للتشخيص، كيف يتم تشخيص المريض المصاب بوهن العضل؟ ممتاز. طبعا وهن العضلات مثلا كان يصيب غالبا النساء أكثر من الرجال، يصيب المرحلة المراهقين أو من 20 إلى 30 سنة. الأعراض مثل ما ذكرنا، غالبا إذا جاءت المريض وقال لك يا دكتور أنا والله عيني أحسها تذبل، طبعا بعض الحين يبدأ حتى بعين واحدة بعدين ممكن يصيب العينين، فتلاقي عين واحدة تحسها ذابلة، أو تقول لك دكتور أشوف الشيء شيئين في نهاية اليوم، أو مثلا الرجل يسوق السيارة يقول لك دكتور آخر اليوم أشوف اللوحة لوحتين، أو الإشارات ما أشوفها زي الناس، وأول يوم عادي أسوق ما عندي مشكلة، أو إذا كانوا أطفال يقول لك دكتور نروح الألعاب الصباح ولدي يلعب ينقز ما عنده مشكلة، أو ودي نفس الألعاب بعد المغرب ما يقدر أو شوية ويجيك بابا تعبت. فهذه أحد العلامات اللي يعني ضروري الإنسان يحطها في باله. وبعدين في فحوصات معينة، أقصد فحص السريري، تساعد على تشخيص المرض، وبعد ذلك ننتقل للفحوصات المخبرية. جميل. بالنسبة للعلاج دكتور، كيف يتم علاج المريض المصاب بوهن العضلات؟ جميل. طبعا وهن العضلات لي علاج، يعني هذا ضروري نفرق بينه وبين المرض الأول والثاني. وهن العضلات هو مرض مكتسب مناعي ولي علاج، صحيح أنه مزمن لكن يستطيع الإنسان يعيش حياة إن شاء الله كريمة بدون صعوبات. النوع الأول للعلاج علاج للأعراض، وهذا إذا تذكروا تكلمنا عن الأجسام المضادة اللي يعني تكفل المستقبلات، في دواء اسمه ميستينون أو بايريدوستيجمين، هذا يزيد من تواجد النواقل العصبية في بين بين العصب والعضلة، فيزيد احتمالية نقل الإشارة بفاعلية أكبر، وهذا يعطى عادة لأغلب المرضى. بعدين الأمر الآخر كونه مرض مناعي، فإحنا لازم نستخدم الأدوية المناعية مثل الكورتيزون، الأجسام المضادة، غسيل البلازما في الحالات الحرجة، وايضا ممكن نستخدم في البيولوجيكال او البيولوجيه اللي هي الوقائيه من الكورتيزون، حتى ما نستخدم الكورتيزون فتره اطول. وهذه مجموعه كثيره من الادويه، وكل مريض يختلف بحسب حاجته للدواء. جميل. هل دكتور وهن العضلات مرض وراثي؟ يعني هل ينتقل للاولاد؟ جميل. في الغالب لا، يعني المرض ليس وراثيا، ما له علاقه بالجينات. بعض الدراسات تقول اذا كانت الام مثلا عندها احتماليه ان الطفل يصاب تزيد شويه، بس ما هو من ناحية الوراثية اللي تكلمنا عنها، ما هي بشكل وراثي، يعني هو بس احتمال أنه ممكن يزيد، لكن أبدا مريض الوهن العضلي الوبيل وكثير من الأمراض المكتسبة المناعية العصبية، مريض يقدر يتزوج، مريض يقدر يخلف، مريض يقدر يشتغل ويعيش حياته طبيعية. في عندي مريضة الآن تدرس طب، فيعني عندها مرض وهن العضلات الوبيل، فما هو مانع الإنسان يعيش حياته طبيعية بإذن الله. جميل. طيب خلينا دكتور ننتقل الآن إلى المرض الرابع اللي نبغى نتكلم عنه في حلقتنا الليلة، وهو مرض ضمور العضلات الجانبي أو تصلب العضلات الجانبي. فبداية دكتور، شو هذا المرض ويعني هل هو منتشر أو لا؟ جميل. طيب المرض الرابع اللي سألتني عنه مرض الأميتروفيك لاترال سكليروزز أو ALS أو ضمور العضلات الجانبي أو تصلب العضلات الجانبي. هذا المرض يعني احنا بدينا بالمرض ضمور العضلات الشوكي، هذا قريب من ضمور عضلات الشوكي. المشكلة الآن في منبع الأعصاب في الحبل الشوكي في الغالب. طبعا يختلف بشكل جذري عن النوع الأول، عن المرض الأول اللي تكلمنا عنه، لكن مشكلته الأساسية في نفس المكان. المرض هذا غالبا يصيب الكبار، ويتميز هذا المرض أنه يكون المريض عنده علامات، خلينا احنا نقول في الطب الأعصاب مشكلة، عنده علامات قد تدل أنه في الأعصاب والعضلات متأثرة، وعلامات قد تثير تشككك أنه مشكلة الدماغ متأثر في الفحص السريري. أيوة. اجتمعت هذه العلامتين في الإنسان، يبدأ الإنسان يقلق يقول ممكن يكون عندي هذا المرض. طبعا من علامات اللي تبدأ فيها هذا المرض، ممكن يبدأ بضعف العضل في اليد، ممكن يبدأ بضعف سقوط في القدم، ممكن يكون صعوبة في البلع. أغلب المرضى فجأة تلاقي عنده نزول في الوزن بشكل كبير بدون سبب، يعني ما يكون هو قاعد يسوي رجيم أو يعني ينقص من أكله، ومع ذلك ومع هذا يصاحبهم بعض الأحيان حركات لا إرادية في العضلة، احنا نسميها بالانجليزي فاسيكوليشن او حركات نبضات لا اراديه في العضله. اذا اجتمعت هذه مع الفحص السريري يبدا الشك انه ممكن الانسان يكون عنده مرض ضمور العضلات. هل هو منتشر؟ لا، ما هو منتشر كثير. طبعا هذا 1 إلى 2 من كل 100 ألف. النوع هذا يصيب الكبار غالبا، نبدا نتكلم من عمر 55 58 الى 65، لكن في 5 إلى 10% ممكن ياتي في الاعمار
أصغر سنا، أصغر سنا ما زلنا في الكبار البالغين، لكن من عمر 30-35 وما وحوالينا يعني، فنسميها النوع الفاميليال أو الأقل انتشارا يعني، 5-10%، لكن الأغلب يبدأ معاهم المرض في مرحلة متقدمة من العمر فوق 55. دكتور، هل مرض التصلب العضلات الجانبي هل هو وراثي ولا مكتسب؟ جميل، 90% مثل ما ذكرنا مرض احنا نسميه سبوراديك، يعني هو يمكن أقرب تفسير لها مكتسب، ما له علاقة بالوراثة، ما له علاقة بالأب والأم مثلا، وهذه 90%، وهذا غالبا المرض اللي يأتي على عمر متقدم من 55-60 سنة. 10% اللي ممكن يكون يأتي في مرحلة متقدمة من العمر، يعني مرحلة مبكرة من العمر مثل الثلاثينات أو 35، وهذا ممكن يكون وراثي، ممكن يكون وراثي، ممكن يكون جيني. جيني أقصد أنه الطفرة جينية حصلت أثناء تخلق الجنين في بطن أمه وما ظهرت أعراضها إلا على سن 35، أو قد يكون وراثي وراثي، يعني عند من يعني ينتقل من جيل عن جيل إلى جيل. جميل. طيب بالنسبة دكتور للتشخيص، هل هو تشخيص كلينيكي ولا في تحاليل وفي أشعات ممكن؟ جميل. هذا المرض أقرب للكلينيكي، لأنه مثلا خاصة اللي هو 90% اللي هو ما هو وراثي، فهنا يعتمد على التاريخ المرضي، يعتمد على الفحص السريري، ثم هنا تحديدا وفي كل اللي سبق، لكن هنا أهمها موضوع تخطيط الأعصاب والعضلات، لأنه يعتمد التشخيص بشكل كبير على الفحص السريري وعلى نتائج تخطيط العضلات والأعصاب، وضروري أنه الشخص إذا كان في اشتباه صعب أن يشخص هذا المرض بدون ما أعمل تخطيط أعصاب وعضلات، وبعض الأحيان قد اضطر أن أعيدها بعد 6 أشهر حتى أشوف، أنه في البدايات ممكن يكون المرض ما هو واضح، لكن أعيدها بعد 6 أشهر ألاقي المرض لا وضحت الأمور بشكل أكبر. جميل. تفضلت قبل شوي دكتور أنه في جزء من المرض هو 90% تقريبا النسبة تيجي عند الناس اللي تيجي بشكل مكتسب. نعم. فإيش أسبابه؟ يعني بشكل مكتسب ايش اسبابه وخلاه يصير مكتسب؟ طبعا هذا مره اخرى من الاشياء اللي المشكله في الطب ما في سبب معين، يعني ليش فلان جاته على عمر 50 على 55 60 سنه، ما في سبب معين المكتسب. أيوه. انه لانه عملوا فحوصات كثير لهؤلاء المرضى وما وجدوا مثلا جين معين انه هو السبب او التهاب معين او شيء بدون سبب، يعني غالبا فجأة تبدأ الأعراض، وغالبا تجد مثلا ذكرنا في 55-58 سنة إلى 60 سنة تبدأ الأعراض وتستمر معهم. طبعا المرض هذا للأسف مرض متفاقم، يعني بأمر الله، طبعا أمر الله، الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن هذا المرض طبيا إذا شخص الأغلب أن المريض عنده تقريبا 3 سنوات، وبعد كذا ممكن يعني يريد الله أنه يعني يأخذ أمانته عنده، لأنه ضعف فيه سريع، غير الأمراض اللي تكلمنا عنها سابقا، هنا المريض يفقد قدرته على التنفس على البلع بشكل سريع جدا، وهذه الاثنين التنفس والبلع تؤدي إلى تنفس التهابات صدر متكررة تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله، البلع نزول شديد في الوزن قد يؤدي إلى الوفاة. جميل. طيب دكتور بالنسبة لتصلب اللويحي وضمور العضلات الجانبي إيش الفرق ما بينهم دكتور؟ جميل. طبعا كثير من المرضى يلخبط بين ALS وMS، طبعا هم مريضين مختلفين تماما. تصلب اللويحي أو المالتيبل سكليروزز هذا مرض مناعي مكتسب يصيب الأعصاب، خصوصا أعصاب الدماغ أو الأعصاب المركزية. مرض ضمور عضلات الجانبي هذا مرض ما له علاقة بالمناعة، مرض يصيب الخلايا العصبية منبعها في الحبل الشوكي، ويؤثر على العضلات والأعصاب الطرفية بشكل أكبر من قدرة الإنسان الذهنية. الأمس في الدماغ اللي هو تصلب اللويحي، التصلب الجانبي الضموري أو ضمور عضلات الجانبي هذا يصيب العضلات والأعصاب الطرفية. وكل دكتور وظائفهم العقلية تكون ممتازة وما فيها مشكلة. صحيح. بشكل عام طبعا تصلب اللويحي لأنه في الدماغ قد يؤثر على قد يعني التهاب يكون في مكان معين في الدماغ، إذا كان في يعني التهاب في مكان مسؤول عن التفكير وشيء ممكن يتأثر يعني بشكل بسيط، لكن في الأغلب صحيح ما عندهم مشكلة. الأمس برضو المرضى اللي تصلب اللويحي يعيشوا حياتهم بإذن الله بعد التوفيق العجل والعلاج بشكل طبيعي، عندنا زملاء طباء وطبيبات عندهم تصلب اللويحي، في طلاب طب وطالبات عندهم تصلب اللويحي وعايشين يعني مع الأخذ الأدوية حتى ما نجعل الصورة دائما زهرية ووردية، لكن وصلوا لمرحلة الدراسة والتخرج وعايشين حياتهم بشكل جميل. كويس. بالنسبة للعلاج دكتور كيف يتم علاج المريض المصاب بالتصلب العضلات الجانبي؟ طيب هنا طبعا هذا للأسف من الأمراض اللي ما لها علاج واضح إلى الآن. طبعا التصلب اللي هو 90% اللي يصيب كبار السن من 60 أو 55 وانت طالع للأسف ما له علاج، وما ينصح فيه ما له علاج شافي تماما. في الآن إلى الآن متوفر دوايين إلى الآن،
الدواء الأول قد يؤخر الأعراض من معدل 3 إلى 6 أشهر فقط. الدواء الثاني اللي يعطى طبعا الدواء الثاني للراديكافا يعطى لشريحة معينة محدودة من المرضى وقد يساعد في تحسين الأعراض بشكل بسيط جدا، لكن للأسف لا الدواء الأول ولا الدواء الثاني فعالين باللي نتصور أنه حيوقف المرض أو حيمنع المرض، قد يؤخر الأعراض يخففها بمعدل أشهر حتى مش سنوات. النوع الجيني في أكثر من جين ممكن يسبب التصلب الويحي. الآن في دواء أحد الجينات اللي اسمه SOD1 أو SOD1، هذا الآن ليه علاج تجريبي ويعني ممكن يحسن الأعراض بشكل بسيط، ما زالت النتائج أولية وتحتاج إلى بحث أكثر، ولكن إلى الآن يعني في نتائج مشجعة للمرض هذا. فهذا فقط لل 10% جزء منهم يكون عندهم SOD1 SOD1، وهؤلاء في تجارب الآن سريرية لعلاجات، لكن للأسف برضو ضمور عضلات الجانبي أو تصلب العضلات الجانبي ما له علاج بمعنى أنه شفاء 100%. جميل. طيب في مرض دكتور نسمع عنه ونبغى تعرفنا عليه دكتور بشكل سريع جدا، وإيش أهم أعراض اللي هو مرض جيليان باري سندروم أو متلازمة جيليان باري، فإيش هو دكتور هذا المرض؟ جميل. طبعا الجيليان باري أو الجي بي اس يمكن مشهور عند كثير من الأطباء، هذا مرض مكتسب مناعي يصيب الأعصاب، وهذا غالبا ما يثار بسبب التهاب أو تطعيم. بعض التطعيمات ممكن تثير، وغالبا التهاب، يا التهاب في الصدر أو التهاب نزلة معوية، يصيب الأطفال والكبار. في الأطفال معدل 5% من كل 100 طفل ممكن 5 يتيهم هذا المرض. إيش علاماته؟ يكون عندي التهاب صدري، زكمة أو التهاب في الصدر أو نزلة معوية، تخلص الالتهاب، ينتهي الالتهاب، ما في النزلة المعوية انتهت، بعدها بأسبوع إلى 3 أسابيع يبدأ الطفل يشتكي أو المريض يشتكي من آلام يتبعها ضعف في الحركة، ما يستطيع يقف، ما يستطيع يمشي يتحرك، وتكون يعني تدهور يكون سريع خلال أسبوع أقل أكثر. في هذه الحالة مع فحص السريري يضروري الإنسان يبدأ يفكر أو الطبيب يبدأ يفكر أن يكون ممكن ابني أو المريض هذا يكون عنده متلازمة كليان باري أو متلازمة أو جي بي إس. طبعا هذا من ناحية التاريخ المرضي. المرض هذا غالبا لكن مش يعني ضروري يبدأ من القدمين ويطلع، يعني تبدأ ضعف القدمين ثم الفخذين ثم يطلع تدريجيا، حتى ممكن يصيب عضلات التنفس، ممكن يكون في الجهتين لكن ممكن يكون في جهة واحدة. وتشخيصه ما هو صعب صراحة، يعني إذا الطبيب وضع هذا الاحتمال في باله، طبيب الطوارئ أو طبيب الأعصاب أو الأطفال أو الباطنية، التشخيص ما هو صعب. في فحوصات تؤكد التشخيص، إبرة الظهر لقياس نسبة البروتين، تخطيط الأعصاب والعضلات، أو رنين مغناطيسي مع الصبغة لأسفل الظهر حتى يكون في علامات التهاب في الأعصاب، وإذا ظهر التشخيص يبدأ العلاج مباشرة. وهل يتم علاجه بشكل كامل وخلاص يختفي المرض إن شاء الله؟ بإذن الله. طبعا في الأطفال نسبة الشفاء إلى 100% تقريبا واردة، يعني إلى أو خلنا نقول إلى 80 إلى 100% من الأطفال يشفوا خلال 6 شهور. الكبار 60 إلى 80%، فالكبار ممكن يترك عندهم بعض المشاكل الحركية البسيطة، لكن الأغلب من 80 إلى 100% كبارا وأطفالا يتعافوا منه بشكل كبير، وغالبا هو مرض مرة واحدة ما يتكرر يعني غالبا. جميل. طيب خليني دكتور أنتقل معك إلى فقرة الأسئلة الشائعة اللي يعني بتيجي في عند الناس. دكتور، إبرة الظهر كثير من الناس تخاف منها، فهل إبرة الظهر دكتور تسبب شلل أو تسبب مشاكل في الحبل الشوكي أو؟ جميل. طبعا هذه معاناة أسبوعية ويومية مع أطباء الأعصاب أو أطباء الطوارئ. إبرة الظهر ما منها خوف إن شاء الله. الآن أنا لما يكون عندي التهاب في الأعصاب أو التهاب في التصلب الويحي مثلا، وأحتاج أن أسوي فحص للسائل النخاعي اللي يمر في الدماغ والنخاع، أسهل طريقة للحصول عينة منه أني يعني طبعا ما أدخل عن طريق الدماغ وأسوي عملية جراحية، أدخل عن طريق إبرة الظهر، ندخل بين الفقرات قريبة جدا من إبرة الظهر اللي تعطى للحامل عند الولادة. ما منها أي خوف، إحنا بعيدين جدا عن الأعصاب اللي تغذي القدمين. عادة حتى ألمها بكل أمانة أخف من ألم الإبرة العادية لتسحب الدم، لكن الناس تتخوف منها. إلى الآن ما واجهت أي مريض مثلا صار له شلل. أعراضها الجانبية وأعراض اللي ممكن تحدث، ألم في الظهر صحيح، صداع بعد الإبرة صحيح، غير كذا ما أذكر أني واجهت أي صعوبات. طبعا تزداد صعوبة الإبرة إذا كان مثلا المريض عنده انحناء في الظهر، سمنة مفرطة، قد نحتاج مساعدة الزملاء في الأشعة لعملها تحت الأشعة. جميل. دكتور، هل جلوس الطفل على الجوال يسبب له مشاكل عصبية؟
أو في الأعصاب؟ في الأعصاب طب بشكل عام الجوال مو كويس، يعني هذه كجملة عامة كرسالة كرسالة للكبار وللصغار. لكن إذا جينا نتكلم على الجلوس على الفترة الطويلة، طبعا الجلوس فترة طويلة ممكن يأثر على العضلات على المفاصل، هذه من ناحية خلينا نقول من ناحية الزملاء في العظام أو من ناحية الحركية. كأعصاب أنا أخاف من شيئين. الشيء الأول الأشخاص اللي عندهم تشنجات، وبعض أنواع التشنجات إحنا نسميها حساسة للضوء، الفلاشات اللي ممكن تيجي في الفيديوهات أو الألعاب، وهذه قد تثار بالفيديو. النوع الثاني وهذه نواجهها كثير جدا، جلسة طويلة على الجوال ممكن تؤثر على قدرات الطفل العقلية من ناحية فرط الحركة، تشتت الانتباه، علامات سمات شبيهة بالتوحد. ما أقول توحد، إنه توحد ما هو بسبب الجوال عشان تكون واضحة، لكن الجلوس إذا الشخص عنده قابلية توحد وجلس على الجوال فترة طويلة ممكن تزيد علاماته وتسرع علامات التوحد، تواصل، مشاكل في التواصل، مشاكل في تأخر اللغة والكلام. فهذه نشوفها كثير للأسف، وما أخفيكم زادت في السنتين الأخيرة بسبب جائحة كورونا، لأن الأطفال للأسف جلسوا أغلبهم في البيوت عشان الدراسة، وهذه أثرت. يعني العيادة أصبحت كل عيادة عندي لازم طفلين ثلاثة يكون عندهم مشاكل في الكلام، مشاكل تشتت، مشاكل فرط حركة أو حركات لا إرادية. جميل دكتور، هل الرضاعة الطبيعية دكتور مفيدة للجهاز العصبي عند الطفل؟ بشكل عام نعم، حليب الأم يحتوي على كميات كبيرة من الدهون، و70% وأكثر من الدماغ مبني على الدهون، فبلا شك في دراسات كثيرة أصلا بنيت على أن حليب الأم وأهميته لنمو الدماغ الطفل. يعني دكتور، هل النوم الكافي والجيد مفيد لصحة الطفل وللجهاز العصبي عند الطفل؟ وللكبير، للصغار والكبار، النوم بشكل صحي طبعا تتفاوت الساعات حسب عمر الإنسان، لكن النوم بشكل كويس يساعد الطفل بشكل كبير جدا. يقال أنه أفضل مرحلة عمرية تستطيع تنام بشكل كويس عمر 6 سنوات، لكن عاد هذه مقولة والله أعلم عن صحتها. جميل دكتور، بصفتك طبيب مخ وأعصاب، إيش خطورة دكتور يعني الأمهات لما يعطون أولادهم الجوال كتسكيت أو كعشان يخلينا نرتاح، إيش خطورة هذه دكتور على صحة الطفل؟ طبعا مثل ما ذكرنا في نقطة الجوال، إعطاء الطفل الجوال كتسكيت، واحد قد يتعود الطفل على هذا الشيء فصار ما يسكت إلا بالجوال، فنقع في مشكلة أنه كل ما يبغى شيء يعطيه الجوال عشان يسكته. وجزء منها نلوم نفسنا نحن كآباء وأمهات أنه أجي من العمل تعبان أو أجي من تجي اللوم تعبانة من الدوام، خذ يا ولد الجوال وريحني، فالطفل يتعود على الجوال. وأمر آخر يعني إيش يشوف في الجوال، هذا موضوع المادة المحتوى اللي في الجوال. بعض الأطفال يجوني عندهم مشاكل نوم، يعني مشاكل أحلام مخيفة، كوابيس بسبب يشوف زومبي، قتل، دم أكبر من عمره كثير. أنا أعذروني بعض، يعني يمكن بعض حتى مقالب اللي تعمل في اليوتيوب مضرة لأن أكبر من سن الطفل أبو 3 و4 و5 سنوات. مقالب هي صحيح جميلة وحلوة مضحكة لكن أكبر من سنه، وهذه كثير أشوفها مع الأطفال يكون عندهم كوابيس في الليل أو حتى مرض العرة أو اللزمة تصير بسبب الجوال والمقاطع الجوال. جميل. آخر سؤال دكتور أختم فيها حلقة الليلة، هل مرض الأم دكتور وقت الحمل يشكل خطورة على الطفل أو الجنين، وإيش الخطورة اللي ممكن تحدث؟ في الغالب لا، الزملاء في طب النساء والولادة طبعا أخبر، لكن في الغالب لا، بعض الأمراض قد تؤثر على قدرتها على إكمال الحمل، هذا موضوع مختلف، لكن بشكل عام أغلب أمراض تصيب الأم بشكل عام ما تؤثر بشكل مباشر على الطفل. بعض الأدوية بشكل من جهة أخرى اللي تأخذها الأم قد تؤثر على الجنين، فضروري أن الأم تناقش مع طبيب أو طبيبة النساء والولادة الأدوية اللي تأخذها، سواء أدوية تشنجات، أدوية صلب الويحي، أدوية مضادات أو أدوية الوهن العضلي الوبيل قبل ما تبدأ الحمل، حتى الطبيب مع طبيب الأعصاب يتفقوا أيهما الدواء أكثر أمانا للمريضة. جميل، الله يعطيك العافية دكتور أحمد، شرفتنا ونورتنا ووثرت محتوى الحلقة. يا أهلا وسهلا، جزاكم الخير على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله تكون الحلقة خفيفة وسهلة وممتعة للمستمعين بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، انتظرونا السبت القادم في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علة
يأتيه والقلب يملأه رضا ورجاء واجأر لربك بالدعاء فعنده